سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى كاع اللي غتشوف هذا الفيديو تكون بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم جبن بلدي على الطريقه ديال ماما. تابعوني حتى الاخير. على بركة الله خديت إناء درت فيه الحليب، يكون ديال البقر طبيعي ماشي ديال البكية. خديت 3.5 لتر وصفيتها من الزغب اللي تكون فيها الزغب ديال البقر. غنصفي 3.5 لتر كما كتلاحظوا. من بعد ما صفينا الحليب، اللي بغى ينسمو بالاعشاب الطبيعيه ينسمو وديروا فيه الملح اللي بغاه في المذاق. انا غنخليه طبيعي، ما نديرش فيه لا اعشاب لا ملح. من بعد غنغطيه بالسلوفان ونحتفظ به لمده يوم او يومين على حسب الجو. من بعد ما راب لينا الحليب ديالنا غنحيدو السلوفان. كيما كتلاحظوا راه هو الحليب ديالنا راه جمد، يعني راه راب. من بعد غناخدو اناء فوق منه الشبكه وغنحطو فوق من الشبكه زيف حياتي كيما كتلاحظوا. من بعد غنكبو الجبن ديالنا، الحليب اللي راب لينا يعني الجبن، فوق من الشبكه وزيف حياتي. ويكون عندكم اي زيف اخر ماشي غير زيف حياتي. من بعد غنجمعوا الزيف ونخنجمعوا باش الماء ديالو يتسكتر منه، ونعلقوه في اي حاجه ويكون في الظل ما يكونش في الشمس. من بعد نخليه لمدة يوم أو يومين تينشف لينا من الماء، يعني تيتكتر لينا من الماء. من بعد ها هو نشف لينا كما كتلاحظوا، هذا هو الماء اللي نزل منه. من بعد غنديروه في الشبكة من بعد ما درناه في الشبكة غنقلبوه في الطبسيل ديالنا. خاصني نقطع لكم طريف باش تشوفوا، لكن انا حليته لكم باش تعرفوا الجبن ديالي صادق 100%. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي اول مره دخل القناه ديالي دير لي ابوني وركع الجرس. يلا بسلام عليكم.